رضى الحكيم أنه سئل كيف تقيم الآدمي، فقال أسأله كم كتابا قرأت. ولشديد الأسف نحن لا نقرأ. كم أرجيلة شربت؟ نحن لا نقرأ. يعني آخر إحصائيات وقعت تحت إيدي قبل مدة معينة، تبين إنه كل أوروبي يقرأ في السنة 40 كتاب. وطبعاً اليهود الأشكناز محسوبين معهم. وكل 80 عربي يقرأ. 80. لا يمكن إنه نستطيع أن نغلق الفجوة بيننا وبين بقية شعوب الأرض إن لم نقرأ. ولنذكر على الأقل ما قاله سقراط، ولكن بشديد الأسف يبدو أننا بعيدين عن كل ذلك. حقيقة منذ سنوات طويلة شفت أنا قديش إحنا كدروز رغم ما قدمنا في كل المجالات نعيش كذبة، وهي أكبر مصائب ممكن يكون على الناس. مثلا الكتاب الأول اللي أصدرته في هذا السياق كان اسمه مجموعة مقالات دراسية اسمه بين يهوديتهم وطوائفيتنا وتحديات البقاء. لاحقا لما بتصير تقرا انت وتشوف قديش تاريخك اللي انت فيه مضحك، اللي انت فيه قدمت، واللي فيه انت اعطيت كثيرا اكبر من وزنك، وهذا التاريخ مشوه. وفي الكثير من الحالات لشديد الاسف التشويه بيكون في ايدي الناس مننا. فقررت قلت يعني هذا الكتاب هو سلسله في كتب أن أصدر الكتاب الأول العرب الدروز الحركة الوطنية الفلسطينية حتى 48، لأننا نعيش، وهي المصيبة، إحنا الدروز نعيش كذبة كبيرة جدا مشوهة لكل تاريخنا ما قبل 48 كليا. ولشديد الأسف في الكثير من الأحيان كما قلت بأقلام من بين ظهرانينا. أردت أن يصدر هذا الكتاب في الأردن، فصدر عام 2009 في الأردن، ثم طبع الطبعة الثانية أصدرته الدار التقدمية في لبنان، وبعد ذلك صدر في 3 طبعات في البلاد. أنا أعتقد من أكثر الكتب التي بيعت، وكان في شهادة واضحة تاريخية مموثقة، وهذا معتمد على وثائق الدينار ووثائق الشاي الشباك الشايفة 48 شهود يدعون، والوثائق الجيش والوثائق العربية حول ما التاريخ الحقيقي الصحيح للدروز ما قبل 48. ومش بالصدفة هذا الكتاب هي تحت يعني بين حجرتنا تطلع ما بيننا نحن من الجهتين، وأكثر شو بشيلها للجروش هي الإيد مننا نحن في الكثير من الحالات، نحن الإيد تبعت الجروش مننا نحن. مين مننا احنا الدروز بيعرف انه في سنة 1978 كرتت الحركة الصهيونية من هاي البلاد 375 درزي من الجعون؟ مين بيعرف؟ مين بيعرف انه سنة 1896 هجروا قرية المطلي كليا بكل سكانها؟ مين بيعرف؟ انه اول من حمل السلاح، احنا بنذكر ترومبلدور تبع تل حاي هذا عاملينه زي السبع، مين قتل ترومبلدور كلهم معه؟ شباب الدروز ابناء المطلي. والشغله طويل وتطول، يعني اول من امتشق السلاح واول من انحارب كانوا الدروز في هذا السياق. ومر على 36 ومر على 48 ومر وين بدك وإلى آخره. ولشديد الأسف كل ما كتب عن دروس هذا السياق هو تأريخ إذا صح التعبير تشويه
لتاريخ الدروز. قبل مدة حضرت أنا في مؤتمر، دعيت لمؤتمر حول السردية الفلسطينية في أريحة لثلاث أيام. كان نقاش السردية الفلسطينية مقابل السردية الصهيونية في كل ما يتعلق في حياتنا. فأطروحتي أنا كانت هناك، أو نقاشي كان الحضور يعني أساتذة الجامعات طبعا كل جامعة تنضف الأردن، إنه المصيبة الكبرى عندما تكون السردية الفلسطينية تتبنى السردية الصهيونية. والمثال الفاقع حول هذا الأمور هو الدروز. يعني ما يقال في رام الله هو تماما ما يقال في تل أبيب. يعني أنتم كفلسطينيين تتبنون، أنا بحكي كباحثين ولا أخي، تتبنون تماما ما يقال في تل أبيب.